السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء، أهلا وسهلا بكم. سعداء جدا هذا المساء بأن نعلن من موقع أو صفحة الملتقى الثقافي العربي عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي. إذا التعليم العالي في فلسطين الواقع والتحديات الواقع ورهانات المستقبل أو آفاق المستقبل. وطبعا هذا المؤتمر سيحدثنا عنه في كلمة وجيزة افتتاحية الدكتور حسين المناصرة. ولكن قبل أن أحيل إليه الكلمة، طبعا الملتقى الثقافي العربي يتشرف باحتضان هذا المؤتمر وبث جميع فعالياته وجلساته على المباشر على صفحته، صفحة الملتقى الثقافي العربي التي يبث عليه الآن مباشرة هذا المؤتمر. وسيتواصل البث هذا المساء مع جميع الجلسات، ويتواصل أو يستأنف البث غدا إن شاء الله مساء بعد الظهر مع بقية فعاليات اليوم الثاني أو بقية الجلسات. وطبعا أيضا الملتقى سعيد بالتعاون ويتشرف بأن يكون من شريكا في تنظيم وفي تقديم هذا المؤتمر المهم عن قضايا ومشاكل وتحديات التعليم العالي في فلسطين. أتذكر أنه سبق أن نظمنا أيضا بالتعاون أيضا يعني مؤتمرا دوليا عن التعليم العالي في الوطن العربي في السنة الفارطة، وكان هذا المؤتمر ناجحا جدا وصدر في كتاب سيحدثكم عنه ربما دكتور حسين المناصرة. ونأمل أيضا أن نصل إلى إنجاح هذه الفعاليات المهمة وأن تصدر أعمال الندوة أو المؤتمر في كتاب. ومن أجل ذلك ندعو كافة المشاركين والمساهمين في هذا المؤتمر في التحلي بالانضباط والجدية الكافية في تقديم أعمالهم، أولا هيك أحمد، حدود تعال الوقت، افتح لي اللابتوب تبعك رجاء إغلاق الصوت، في حدود الوقت المتاح، وحتى بسرعة بسرعة يا ماما. ننجح في تنظيم الوقت وهو مهم، وثانيا حتى تكون هذه المداخلات في المستوى المأمول، خاصة أنها طبعا يتابعها جمهور عريض في الوطن العربي. إذا حتى لا يعني لا أطيل، أعبر مجددا عن سعادتي وعن تشرفي بهذه المشاركة باسم الملتقى الثقافي العربي في فعاليات هذا المؤتمر. وشكرا للدكتور حسين المناصرة ولكل المشرفين على هذا المؤتمر. وطبعا سيكون الناطق الرسمي والممثل الرسمي لهذا المؤتمر الدكتور حسين المناصرة، أحيل إليه الكلمة مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أخي وصديقي العزيز دكتور شفيع بالزين. وفي البدء الحقيقة يعني دقيقة واحدة فقط صمت وقراءة الفاتحة للشهداء في فلسطين والعالم. نتشرف في المنظمة الدولية للأكاديميين والباحثين بالمشاركة مع الملتقى الثقافي العربي الذي رأسه الصديق شفيع بالزين في تونس.
وهو ملتقى من الملتقيات المهمة، حيث فيه أكثر من 25,000 مشارك ومشاركة، وكذلك بالمشاركة مع المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح الذي يرأسه الأستاذ حميد عقبي في فرنسا. وأيضا يعني نعتز بكل الذين أسهموا في هذا العمل المهم جدا في المؤتمرات، خاصة التي بدأناها في منذ عام 2018 في عدد من المنظمات والروابط، كان آخرها المنظمة الدولية للأكاديميين والباحثين. وكان هذا المؤتمر عن التعليم العالي في فلسطين وتحديات الواقع وآفاق المستقبل، هو المؤتمر 14 بالنسبة لما قمنا به من مؤتمرات منذ 6 أعوام، وهو أيضا المؤتمر الأول بالنسبة للمنظمة الدولية التي سجلناها مؤخرا في رومانيا في المفوضية الأوروبية. نسعد طبعا بكل المشاركين الذين تجاوز عددهم اقترب من 80 مشاركا ومشاركة. والحقيقة أنه معظم الأبحاث التي كتبت للمؤتمر وصلت إلينا، وهي أبحاث في مستوى جيد، وإن شاء الله سنعمل على إصدارها في كتابين أو أكثر بحسب الموضوعات الواردة فيها. وكما ذكر الدكتور شفيع، نحن في إطار مشاركتنا مع الملتقى الثقافي العربي والمنتدى الأوروبي للسينما والمسرح، قمنا بعدد من المؤتمرات، سواء كان عن التعليم العالي في الوطن العربي أو الكتابات السجنية، كتابات الأسرى الفلسطينيين، وأيضا في مؤتمر عز الدين مناصرة بالمشاركة مع مدينة بني نعيم في فلسطين. ونسعى إن شاء الله دائما إلى أن نكون عند حسن ظن زملائنا وزميلاتنا، لأننا في مؤتمراتنا عادة ما نكون يعني نشتغل في إطار يعني مجاني، لا نستخدم أي جهة، لم تدعمنا أي جهة، وإنما ندعم الأمور من خلال مشاركاتنا نحن كأكاديميين متطوعين في هذا العمل الثقافي العلمي المهم جدا. والحقيقة أن ما نقوم به في الملتقى الثقافي والمنتدى الأوروبي للسينما والمسرح والمنظمة الدولية للأكاديمية الباحثين تعجز عنه بعض الجامعات، يعني للأمانة، يعني لأن الجهود الثقافية والعلمية التي تنشر من خلال هذه المواقع الثلاثة تعد يعني رمزا من رموز الفعاليات عبر الأونلاين وعبر هذا الإطار الافتراضي حيث نعقد هذا المؤتمر. طبعا في هذه الجلسة الافتتاحية سيتحدث معنا في البداية الدكتور محمد بدر الحمدان، وهو رئيس مجلس إدارة رئيس المنظمة الدولية للأكاديميين والباحثين في مدة 5 دقائق. تفضل يا دكتور محمد. بعد تشغيل الصوت رجاء. شكرا لك أستاذي الدكتور حسين، شكرا أستاذنا الكبير الدكتور شفيع بزين، كل الاحترام. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، العلي القدير صاحب الأمر جعل العلم لنا معقلا للحكمة ومنطقا للدراية والمعرفة، وأصلي وأسلم على سيدنا جميل الوجه بدر التمام الكريم النسب وعالي المقام. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء وللشعب إن شاء الفلسطيني. الله كاتب أحمدي إحنا نجلد نكتب عفوا أغلقت الصوت، تفضل الأستاذ حمد.
الصوت يا دكتور، الصوت محمد صوتك راح، افتح الصوت. التي أتت على الأخضر واليابس ودمرت الجامعات والمدارس والمستشفيات وكل شيء، إلى حد عبثت بماضي وحاضر تراثنا الفلسطيني. أما بعد، الزملاء الأفاضل، الحضور الكريم، باسمي وباسم الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في المنظمة الدولية للأكاديميين والباحثين، نتقدم بخالص التحايا للعقول النيرة والأدمغة اللامعة، أصحاب الكفاءات العلمية والقامات الأكاديمية ممن شاركنا في هذا المؤتمر. وأنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أكون بينكم مرحباً بكم في مفتتح مؤتمرنا هذا، مؤتمر التعليم العالي في فلسطين، تحديات الواقع وآفاق المستقبل، والذي يأتي انعقاده في مرحلة من أدق المراحل تاريخياً وعلمياً. وبإذن الله كل ثقة في أن تتكلل كافة الجهود بالنجاح، وأن يكون مثمراً متميزاً بنتائجه وختامه، ويكون هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، نشترك في كثير من القواسم والجوامع من جهة، وتتمايز تجاربنا نحو في ظروفها ومعطياتها نحو التحديات التي تواجه طلبة الجامعات من جهة، بما يمكننا وتتمايز في ظروفها ومعطياتها من جهة أخرى فيما يمكننا أن نقدمه لخدمة الطلاب الجامعيين في ظروف استثنائية في جميع مراحل التعليم الجامعي، وفي ذات الوقت الاهتمام بالمعيقات والمحددات التي تواجهها الجامعات ومعاهد التعليم العالي، كل ذلك في ظل الوضع القائم في المنطقة والعالم. مؤمنين بأن سلامة الأفكار والانفتاح على عدد أوسع من القضايا المتعلقة في مجال التعليم العالي في العالم والإقليم بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص، سواء أكان بالتدخل العاجل لمعالجة تحديات العصر، أم ما يلزم من وضع خطط وبرامج مقترحة نعالج من خلالها المستقبل. وبرأيي كأكاديمي وباحث أن هذا يتطلب استثمار خبراتنا جميعا لنختصر المسافات التي يتعين على كل مجتمع من مجتمعاتنا أن يقطعها نحو بناء المعرفة وفي إيصال رسالة التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة. الزملاء الأعزاء، إن من دواعي الفخر أن هذا المؤتمر من أهم أعمال المنظمة الدولية للأكاديميين والباحثين، حيث بدأت المنظمة أعمالها في العام 2018 بجهود زملاء أكاديميين عملوا على سنوات لتأسيسها لتكون مظلة للأكاديميين أينما كانوا حول العالم. وبفضل الله حدثنا تسجيلها مؤخرا في رومانيا، فحصلنا على التراخيص اللازمة في هذا العام 2024، والمنظمة لها أهدافها ونظامها الداخلي، وتشكل أول مجلس إدارة لمدة عام حتى نهاية العام 2025، لتكون منظمة عالمية بامتياز، لها رؤية ورسالة نسعى جاهدين جميعا لتحقيقها وإنجاحها. ومن هذا الموقع أتوجه بالشكر عظيم لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، وأشكر كل الشركاء، كل من خطط ونفذ وقدم اقتراح. الأخوة الزملاء، المشاركون، شكرا لحضوركم ومشاركتكم، وكان لنا عظيم الشرف في هذا. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات،
والله بما تعملون خبير، صدق الله العظيم. فعلا، وعلى بركة الله أن نبدأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لصديقي الدكتور محمد بدر الحمدان، رئيس المنظمة الدولية للأكاديميين والباحثين. وننطلق الآن إلى الكلمة للملتقى الثقافي العربي التي سيلقيها الدكتور شفيع بالزين رئيس الملتقى. ونحن نعرف كما ذكرت أن هذا الملتقى له برنامج ثقافي علمي يكاد أن يكون أسبوعيا، والحقيقة دائما يعني نحيل هذا الجهد الرائع الذي يقدم في الملتقى إلى الدكتور شفيع بالزين، لأنه تقريبا يقوم ب90% من هذا العمل إن لم يكن 100%. تفضل يا دكتور. شكرا لك يا دكتور حسين. في الواقع يعني الدكتور محمد حمدان ورئيس المنظمة قد قدم كلمة وافية ووضع المؤتمر في إطاره المناسب، وذكر النقاط الأساسية والإشكاليات والقضايا التي يشتغل بها أو يشتغل عليها الباحثون في هذا المؤتمر. ما أستطيع أن أضيفه في هذه الكلمة الافتتاحية دون إطالة هو أن فعلا الملتقى الثقافي العربي توجهه الثقافي، توجهه المستقبلي نحو ثقافة خدمة الثقافة العربية بلا حدود، وفي بعيدا عن إطار المؤسسات الرسمية للدولة أو للدول، التي كما أشار الدكتور حسين في الواقع يعني صارت تعيق وتعطل العمل الثقافي والعلمي، خاصة في نطاق التعاون والشراكات بين المنظمات وبين الدول بين المثقفين والباحثين العرب. إذا ومن هنا وجدنا هذا الفضاء الرقمية الافتراضية وسيلة بديلة أو حلا بديلا لإقامة وبناء ثقافة ومعرفة عربية حقيقية فعلية بديلة جادة تنشغل وتهتم بالقضايا الفعلية والحقيقية للمجتمع العربي. وبالتالي نحن كان علينا وهذا واجبنا أن نفتح أحضاننا لهذه الفعاليات المهمة والجادة والملتزمة بقضايا المجتمع العربي. ولا أظن، لا أعتقد أن هناك اليوم في واقعنا العربي، وطبعا نحن أخذنا يعني الوطن الفلسطيني وهذا الجزء من الوطن العربي كان نموذجا فقط، ولكن ما سيقال وما سيطرح حول قضايا التعليم العالي في فلسطين، وطبعا فلسطين لها وضع خاص نعرفه جميعا، لا يعني التحديات والصعوبات أكبر بكثير بكثير مما تواجهه الدول العربية الأخرى بحكم هذا الوضع اللا إنساني، هذا الوضع المأساوي، هذا الوضع التاريخي الذي ما زالت ترزح تحته، وما زال العالم ينظر ويتفرج ويغمض الأعين على هذه المعاناة وهذه المأساة. ومن حق الشعب الفلسطيني، من حق هذا الجزء من الشعب العربي كغيره من شعوب العالم، وأن أن يتمتع بحقوقه الطبيعية في التعليم، في الصحة، في الحرية، في الكرامة، في العيش، في وتعرف وطبعا التعليم بمختلف مستوياته، وخاصة التعليم العالي كما نعرف هو قاطرة التقدم، قاطرة النهضة، قاطرة الخروج من هذه الأزمات وهذه المآزق
التي نعاني منها. وما دام التعليم العالي في وطننا العربي مهمشا وضعيفا ويعاني من أزمات عديدة، فإن التقدم ما زال بعيدا والخروج من أزمة ما زال بعيد. ومن هنا جاءت أهمية هذه المسألة المطروحة في المؤتمر. أشكركم دكتور حسين على هذا الموضوع الحارق المهم. نرجو أن نساهم معا جميعا في تسليط الضوء. يعني المفكرون والمثقفون والباحثون دورهم هذا أساسا أن يساهموا بالبحث العلمي الرصين والجاد والملتزم بتقديم تشخيص الواقع، واقع التعليم العالي في فلسطين، وتقديم الحلول واستشراف المستقبل، وأن تكون هذه الأعمال وثيقة ومرجعا نوفره للمسؤولين والمشتغلين على التعليم العالي، لعلهم يجدون فيه يعني ما يساعدهم أو يستأنسون به في وضع خطط جادة وبديلة ومستقبلية للنهوض بالتعليم العالي. هو الذي يتراجع مع الأسف في فلسطين أو في الوطن العربي الكل. مراتب الجامعات العربية عموما في العالم متدنية ومتأخرة، ونحن كنا سباقين وكنا في الريادة دكتور حسين، وأنت تعرف ذلك، خاصة نحن في تونس. إذا نفتح المجال لمداخلات الباحثين، وأعيد إليك الكلمة لنستمع إلى يعني أستاذ حميد أظن صوته. شكرا جزيلا دكتور شفيع، وفعلا يعني الملتقى الثقافي العربي يعني كان هناك جهود مميزة في بعض الفعاليات التي أقيمت منذ الأحداث التي حدثت في فلسطين. وإحنا الآن مع الكلمة الثالثة لصديقي العزيز حميد عقبي، مؤسس ورئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، وأيضا يعني كان لنا مشاركة فعالة مع للمنظمة مع هذا المنتدى المهم جدا، الذي أيضا يقوم ببث بعض الفعاليات المهمة، وكان آخرها التجنيس لجنس أدبي جديد وهو الرواية القصيرة جدا. تفضل يا أستاذ حميد. شكرا جزيلا دكتور حسين، شكرا جزيلا دكتور شفيع والدكتورة نائلة وكل الأصدقاء الأعزاء. طبعا نحن المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، يعني بعد يمكن بعد شهر نكون قد تجاوزنا السنة السادسة، 6 سنوات من النشاط، وندخل إن شاء الله السنة السابعة من النشاط. يعني توفر عندنا قناة يوتيوب فيها تقريبا 900 مادة، من ضمنها أكثر ما يقارب من 500 نشاط للمنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. والحقيقة كانت فلسطين حاضرة، اليمن حاضرة، السودان حاضرة، خاصة المبدعين الذين لا أنا أسميهم المبدعين اليتامى والمبدعات اليتامى اليتيمات الذين لا يهتم بهم أحد. وحتى أننا في بعض الندوات كنا نقدم المبدع يكون لديه ظروف ولا يستطيع أن يحضر، فنقدم إبداعه حتى بدون حضوره. يعني قدمنا من اليمن، وقدمنا فلسطين دائما حاضرة في المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، أمسيات شعرية أو الكتابات السجنية تذكر الدكتور حسين، أو تابعنا حتى بعض الفعاليات عندما يكون هناك فعالية مهمة جدا في فلسطين. وكان لي شرف يعني قبل سنتين يعني ان انا رشحت مجموعه من الاصدقاء حضروا ايضا يعني مؤتمر عن القصه القصيره، وذهبوا الى رام الله والتقى بهم الدكتور حسين المناصره. انا رشحت لهم تقريبا 7 أو 8 أصدقاء من اوروبا. فنحن دائما نتعاون حقيقه، ونتعاون مع كل الاحبه من الملتقى الثقافي وكل من يحب. اغلب الاصدقاء وهون اسماء كثيره جدا كان لهم الحضور، وأنا حتى وضعت على الشات بعض الروابط الندوات السابقة اللي هي العام الماضي حول مؤتمر التعليم الجامعي. واليوم ما يحدث في فلسطين يحدث في اليمن حقيقة، ويحدث في السودان.
يعني ما يحدث يعني سبق وأن حدث يعني في اليمن والسودان، ولا يزال يحدث إلى الآن هذا التدني وهذا الانجراف حقيقة، بحيث أصبحت يعني عندنا في اليمن أصبحت الجامعات دكاكين صغيرة جدا، يعني لا يوجد فيها حتى كراسي، يعني الطلبة يوقفون، أو هنا يعني بعض الأنظمة حتى تقول أننا صامدين وأننا صامدون وكذا، فإنهم يعني يزرعون في كل مدينة أو في كل مدينة جامعة. شنو يعني ماذا يستفيد اليمن عندما يكون هناك 100 جامعة؟ لا يوجد مختبر واحد، لا يوجد مختبر للفيزياء، لا يوجد مختبر للكيمياء، وتناقش رسائل دكتوراه في الكيمياء والفيزياء والرياضيات ويمكن الفيزياء النووية والفضاء. يعني شو يعني احنا قاعدين نضحك على بعضنا البعض، يعني بعض الأنظمة أو دولنا، يعني كيف أنت تعطي دكتوراه في الطب أو دكتوراه في كذا، أنت لا تمتلك يعني مصطبة واحدة للتشريح، ليست عندك ثلاجة واحدة، ليست عندك حتى المشرح هذا. فهذه هي إذن المشكلة الكبيرة جدا يعني. والآن ما حدث أيضا في السودان، ما يوجد في ليبيا، لم يعني إلى الآن لم يتعافى التعليم، ما تزال هناك مشاكل كثيرة، وكما أشار الدكتور شفيع إن يعني الوطن العربي كله يعيش هذا المخاض، المخاض الصعب. يعني تونس، أنا عندما كنت طالب في جامعة بغداد، يعني كان الطالب الثانوية يعني يعتبر شهادة الثانوية من تونس كأنها شهادة ثانوية من السوربون، أو كان في عمان في سلطة يعني في الأردن، كان خريج الثانوية له حظ، يعني الثانوية كان لها ذلك، فاليوم فما بالك اليوم في المئات والآلاف. يعني حتى قبل ذلك ربما أشير يعني بعض الجامعات العربية وبعض الجامعات أونلاين تبيع لك الدكتوراه ب يعني ب 500 دولار، صارت يعني ب 1000 دولار، ب 2000 دولار. فإذا أنتم هنا فعلا أساتذتنا الكبار أمام محطة وأمام يعني إشكاليات كثيرة جدا، وأيضا يعني البحث عن حلول وتقديم أيضا الدعم عبر هذه التطوع في التدريس عن بعد أو أونلاين. فهذا جهد يحسب للأصدقاء والأعزاء، وكل جهد يحسب لكم، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. نتمنى السلامة والأمن للكون، لبلادنا، لليمن، لفلسطين، للبنان الحبيبة. يعني كلما يعني هدمت مدرسة أو هدمت جامعة أو أحرق كتاب، فهذا يعني معنى أننا نتراجع إلى الخلف. كلما حبس، كلما قتل شاعر أو صحفي، أو قطع لسان معارض، أو قطع لسان حتى يعني، فلسان الشاعر أنا أعتقد أو لسان المبدع هو يعني مثله مثل لسان المسبح، وهو مثله مثل لسان الملاك. تحياتي محبتي، ونكون في خدمتكم إن شاء الله بكل محبة وتعاون، كل المحبة والتقدير. شكرا لكم. شكرا جزيلا أخي وصديقي أستاذ حميد عقبي، وفعلا أنت أشرت إلى إشكالية. طبعا احنا اليوم مشكلتنا يعني أصبحت مع الذين يعني قد نجد بقى شخص عنده سادس ابتدائي يعني، وهو الآن يعني تلقب لقب دكتور شهادة وهمية، ويسمي نفسه أمين عام اتحاد الأكاديمي العلماء العرب، وقد تجد أستاذ معه شهادة من جامعة مزورة وما عنده ماجستير، وسمى حاله رئيس اتحاد الأكاديمي العلماء العرب. صارت دكاكين، هذه مشكلة الحقيقة التي نواجهها اليوم في ظروفنا الأكاديمية في العالم العربي، وللأسف لا توجد محاسبة قانونية يعني يمكن بإمكانها أن تحاسب هؤلاء الذين أصبحوا يسيئون للتعليم وللبحث العلمي وللثقافة عموما في وطننا العربي.